إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: الحوثيون يستكملون انقلابهم في اليمن، ومجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث الموقف. إسرائيل تنشر قوات التدخل السريع على الحدود مع لبنان، والحرس الثوري يتوعدها بعاصفة مدمرة. كتلة المستقبل تؤكد أن حزب الله يزيد تورطه بالحرب ولبنان يدفع الثمن. مساء الخير. على رقعة الجنوب يواصل حزب الله تشييع قتلاه الذين سقطوا في القنيطرة السورية. وفي الداخل الإسرائيلي إجراءات ومخاوف من ردود على الهجوم الجوي في القنيطرة، ليتبدى ذلك بإعلان المنطقة الحدودية مع جنوب لبنان منطقة مغلقة ومنع المزارعين الإسرائيليين من الاقتراب منها. كما عمدت إسرائيل إلى نشر قوات خاصة للتدخل في المستوطنات الشمالية، وإلى نشر منظومة القبة الحديدية لاعتراض القذائف الصاروخية. أما على رقعة المنطقة فلا تزال التهديدات الإيرانية لإسرائيل تتعالى، وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن على إسرائيل أن تنتظر عاصفة مدمرة بعد جريمتها في منطقة القنيطرة. وعلى الرغم من دقة الوضع على الحدود مع إسرائيل، فإن الوضع في اليمن استحوذ على الاهتمام عربيا ودوليا، والسؤال: هل اكتمل الانقلاب الحوثي في اليمن بعد سقوط مقر الرئاسة؟ في هذا الإطار، وفيما يتوقع يعلن زعيم المتمردين الحوثيين عن سلسلة خطوات في خطاب يتوجه به مساء اليوم، ينعقد مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء. أما وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيعقدون اجتماعا استثنائيا غدا في الرياض في المملكة العربية السعودية لبحث الموقف في اليمن. تطورات متسارعة تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء، فاستكمالا للانقلاب الذي ينفذه المتمردون الحوثيون، وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في البلاد، سقط دار الرئاسة اليمنية بيد المتمردين الذين نهبوا محتويات القصر ومخازن الأسلحة بعد أن شنوا هجوما بربريا دارت خلاله اشتباكات داخل مقر الرئاسة، الأمر الذي دفع بالقوى السياسية لعقد اجتماع طارئ لبحث الهجوم. الاشتباكات امتدت كذلك الى محيط منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بشارع 60 غرب العاصمة، حيث سمع دوي انفجارات، وتحدثت الانباء عن نجاة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من عملية اغتيال نفذها المتمردون عقب خروجه من منزل الرئيس هادي. وفي حين قالت وزيرة الإعلام اليمنية أن دار الرئاسة تعرض لقصف عنيف وأن ميليشيات الحوثي تهاجم الرئيس للاستيلاء على الحكم، لم يخفي الحوثيون نيتهم بالانقلاب على السلطة، إذ أعلن مهدي المشاط مدير مكتب الحوثي في وقت سابق أن يوم الثلاثاء سيغير وجه اليمن، فيما يتوقع أن يعلن زعيم المتمردين الحوثيين عن سلسلة خطوات في خطاب يتوجه به مساء اليوم. ومع الانهيار السريع للوضع اليمني، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بطلب بريطاني، حيث من المتوقع أن يطلع موفد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمرو المجلس على آخر تطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء. إلى ذلك يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا استثنائيا للأربعاء في العاصمة السعودية الرياض. من المرجح أن يناقش التدهور الأمني والسياسي في اليمن. أما دوليا فقد ناشدت بريطانيا كافة الأطراف في اليمن تنفيذ وقف إطلاق النار والعودة للحوار ضمن المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الأطراف لوقف الاقتتال واستعادة سلطة المؤسسات الحكومية الشرعية. الغارة الإسرائيلية على القنيطرة ما زالت تتفاعل على أكثر من صعيد. إسرائيل نشرت قوات التدخل السريع على الحدود وعززت دفاعاتها، والحرس الثوري الإيراني توعد برد مدمر. وسط مخاوف إسرائيلية من ردود فعل انتقامية من جانب حزب الله ردا على الهجوم الجوي في الجولان، سارعت قوات الاحتلال إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات العسكرية
فقد أعلن الجيش المنطقة الحدودية مع جنوب لبنان منطقة مغلقة ومنع المزارعين الإسرائيليين من الاقتراب منها، كما عمد إلى نشر قوات خاصة للتدخل السريع والتي تعتبر الأكثر تدريبا في إسرائيل في المستوطنات الشمالية وعلى الحدود مع لبنان للتصدي لأي محاولة تسلل في اتجاه المستوطنات أو السكنات العسكرية، وألغى الإجازات للجنود الإسرائيليين في المنطقة الحدودية الشمالية، كما عمد إلى نشر منظومة القبة الحديدية لاعتراض القذائف الصاروخية استعدادا للتعامل مع أي رد محتمل من حزب الله. وسط هذه الأجواء يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو لبحث تطورات الوضع على الحدود الشمالية. وبالعودة إلى الغارة في مزرعة الأمل، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم المقربة من نتنياهو أن طائرتين من دون طيار استهدفتا خلية حزب الله، ونقلت الصحيفة عن مراقبين دوليين في الأمم المتحدة قولهم إنهم وثقوا مرور طائرتين إسرائيليتين من دون طيار إلى الحدود السورية في منطقة الجولان قبل عملية الاستهداف بحوالي ساعة. واليوم تواصلت التهديدات الإيرانية لإسرائيل، وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن على إسرائيل أن تنتظر عاصفة مدمرة بعد جريمتها في منطقة القنيطرة السورية. بدوره دان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان العمل الإرهابي الذي قامت به إسرائيل في الجولان، وقال الوزير الإيراني إن هذا الهجوم هو استمرار للجرائم الإسرائيلية في فلسطين وسوريا والعراق ولبنان، ويشكل دعما صريحا للإرهابيين التكفيريين كما قال. حزب الله شيع في قرى الجنوب 3 أشخاص من المجموعة التي سقطت الأحد في القنيطرة السورية. بعد تشييعه الاثنين جهاد عماد مغني، استكمل حزب الله تشييع 3 آخرين من عناصره في قرى الجنوب. ففي عرب صليم شارك المئات في مسيرة تشييع القائد العسكري في الحزب محمد عيسى، حيث أما الصلاة على جثمانه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين. وبعزف لحن الموت شيعت بلدة يحمر أشقيف في مسيرة داخل شوارعها علي إبراهيم وسط مشاركة واسعة من أبناء البلدة. وكانت منطقة الخيام شيعت غازي علي ضاوي بحضور عدد من نواب المنطقة وفاعلياتها قبل أن ينقل إلى مثواه الأخير. أما بلدتا عين قانا والغازي فتتحضران لإقامة مراسم تشييع محمد أبو الحسن وعباس حجازي الأربعاء. كتلة المستقبل النيابية تستنكر العدوان الإسرائيلي على القنيطرة وتعتبر أن أمن لبنان واللبنانيين يجب أن يكون في مقدمة الاهتمامات اللبنانية. عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الدوري برئاسة النائب سمير الجسر، واستنكرت العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة القنيطرة السورية معتبرة أنها مسألة مرفوضة رفضا تاما. إن كتلة المستقبل مع تأكيد استنكارها ورفضها للعدوان الإسرائيلي في القنيطرة تعتبر أن أمن لبنان وسلامة اللبنانيين يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات اللبنانية، ويجب الحفاظ على هذا الأمن وتلك السلامة من خلال الالتزام قولا وعملا بسياسة النأي بالنفس عن أي تورط يحمل معه خطرا على لبنان. ويبدو أن هذه المسألة ما زالت غائبة عن أذهان البعض، حيث يستمر حزب الله في زيادة تورطه في الحرب الدائرة في سوريا وبدوافع إقليمية لا تمت للمصلحة العربية أو الفلسطينية بصلة. الكتلة دعت القوى السياسية إلى العمل على حماية لبنان واللبنانيين وتجنيبهم الوقوع في منزلقات ومخاطر إقليمية لا علاقة لهم بها، واعتبرت الكلام الصادر عن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي نافرا ومستهجنا لجهة تحديده بأن رد حزب الله على إسرائيل سيكون قاسيا جدا. أكد الكتلة على استمرار الحوار الذي انطلق مع حزب الله من عنوانين أساسيين: العمل على تخفيض ووقف الاحتقان المذهبي والطائفي، والعمل على تحريك الاستحقاق الرئاسي من خلال وضع معايير تسهل عملية التوافق على رئيس دون الخوض في الأسماء.
الكتلة دعت المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد للجرائم الإرهابية الإسرائيلية المتمادية بحق الشعب الفلسطيني، كما استنكرت التصرفات العدوانية والميليشياوية التي تعرض لها وفد المحامين اللبنانيين في القاهرة على يد فرقة من الشبيحة والبلطجية التابعة للنظام السوري، ودعت السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق عاجل في الحادث. أمنيا، ارتفع إلى 3 عدد المخطوفين من قبل مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش في بلدة إرسال بعد خطف مصطفى زعرور وعمره 39 عاما وعلي عز الدين 23 عاما. وكان يونس الحجيري قد خطف ليلة أمس من منطقة وادي حميد وهو صاحب مقلع للحجارة، ولا يزال مصير المخطوفين مجهولة. قضائيا، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 28 شخصا في التفجيرين الانتحاريين في جبل محسن، بينهم 4 موقوفين في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية، ومن بين الفارين أسامة منصور وشادي المولوي في جرم تجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية والاعتداء على الجيش وزرع عبوات ناسفة واشتراك الجميع في القتال ضد الجيش، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الدوري برئاسة النائب ميشيل عون، وجرى خلال الاجتماع متابعة جملة قضايا أبرزها الغارة الإسرائيلية في القنيطرة، إضافة إلى الخطوات الأمنية التي نفذت أخيرا والحوارات الجارية بين القوى السياسية. النائب إبراهيم كنعان أكد استنكار التيار للاعتداء الإسرائيلي واصفا إياه بأنه محاولة لضرب الاستقرار، وأمل أن تؤدي الحوارات الدائرة إلى استعادة المبادرة اللبنانية في الاستحقاقات الدستورية. يستنكر التكتل الاعتداء الإسرائيلي على القنيطرة الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، وهو محاولة لضرب الاستقرار، كما المفاوضات الجارية على أكثر من صعيد بين أطراف النزاع في المنطقة. يتابع التكتل باهتمام الحوارات الدائرة على الساحة اللبنانية، ويثمن الجهد المبذول على عدد من المحاور وفي عدد من الملفات، آملا أن تؤدي في النهاية إلى استعادة المبادرة إلى اللبنانيين في الاستحقاقات الدستورية الراهنة والمقبلة، وذلك أيضا من خلال التفاهم على الجمهورية كمدخل لإنجاز هذه الاستحقاقات، إذ أن بهذا التفاهم يمكن أن نضمن كما في الإصلاح حلا دائما واستعادة للشراكة المفقودة والمغيبة على الصعيد الوطني، خاصة على صعيد الشراكة الإسلامية المسيحية. أنهى الادعاء الاستماع إلى النائب السابق غطاس خوري على أن يستكمل الاستجواب المضاد غدا. وقد تحدث خوري عن الأيام التي سبقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي للمرة الأولى أخذ تهديدات النظام السوري على محمل الجد. هي الأيام الأخيرة من حياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري تناولها النائب غطاس خوري في شهادته أمام المحكمة الدولية. من قرار الحريري سحب الوديعة السورية من لائحة كان ينوي خوض الانتخابات النيابية على أساسها عام 2005 إلى مهادنات النظام السوري بمحاولة فرض مرشحين على لوائحه مقابل القبول بتعديل التقسيمات الإدارية في بيروت كما يريد الحريري، وصولا إلى ارتفاع وتيرة التهديدات حتى الاستشهاد محطات كانت في صلب أسئلة الادعاء. أظن أنه أبلغ هذا القرار للعميد رستم غزالي باجتماع الذي عقد بينهم ب9 كانون الثاني 2005. الخوري لفت إلى أنه والنائبين أحمد فتفت وباسل فليحان شاركا كممثلين عن تيار المستقبل في لقاء البريستول الثالث الذي أكد على انسحاب كامل للقوات السورية من لبنان، وهو ما كانت اعتبرته سوريا خارج صلاحيات السياسيين. تطرق خوري إلى بدء استهداف الرئيس الحريري من خلال جمعية بيروت للتنمية واعتقال 4 ناشطين بتهمة الرشوة لتوزيعهم الزيت على العائلات البيروتية، وشكل الجو المتوتر مدخلا لارتفاع حجم التهديدات المباشرة من خلال تحذير نائب وزير الخارجية السوري آنذاك وليد المعلم للرئيس الحريري بالخروج عن الطاعة، وغير المباشرة عبر تهديد أرسله رستم غزالي للحريري مع مرافقه الشخصي أبو طارق. كان هنالك استهداف مباشر للرئيس رفيق الحريري وتياره السياسي، دب الرعب في نفوس
المؤيدين والمناصرين هو جزء من الحملة السياسية التي كانت من الحملة التي كانت تقوم بها الأجهزة الأمنية من أجل أن لا نفوز في الانتخابات. بدأ رئيس الوزراء للمرة الأولى لي بأنه يأخذ هذه التهديدات بكثير من الجدية. وفي معرض سرد أحداث 14 من شباط ركز الادعاء في أسئلته على استضاح سير الجلسات التشريعية وتوقيتها وجدول أعمالها للوقوف على أسباب الذي كانت وراء خروج الحريري باكرا من الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قانون الانتخابات. وتحدث خوري بإسهاب عن لحاقه وباسل فليحان بالحريري إلى مقهى الإطوال، وآخر حديث جرى بينهما قبل توجه خوري إلى معاينة أحد مرضى في مستشفى الجامعة الأمريكية. تكلمت مع الرئيس بموضوعين، قلت له أولا أنه نتيجة أزمة الزيت القائمة وتوزيع الزيت المعارضة تريد أن تعقد اجتماعا تضامنيا مع تيار الرئيس الحريري تعلن فيها عن رفضه رفضها لهذه الممارسات، ويفضل أن يعقد هذا الاجتماع في مقر التنمية. الرئيس قاوم هذه الفكرة، قال لي يعقد اجتماع طيب جيد لكن ليس في مكان في مقر التنمية. المعارضة عندي، قلت له آن الأوان، فقال لي خليني أفكر. استعاد خوري تلك اللحظات بغصة وحزن. انتهى الادعاء ليبدأ الاستجواب المضاد ممثلي عياش وبدر الدين، وقد حاول الدفاع يستدرج النائب خوري بسؤال افتراضي. هل كان الرئيس الحريري ليقبل بمرشح آخر يسميه السوريون غير الرئيس لحود؟ نعم أم لا؟ لا، أول شيء لا أستطيع أن أجيب عن الرئيس الحريري عن سؤال افتراضي. عندما تكلمنا عن لبنة الاستحقاق قلت بكل وضوح أن أهمية لبنة الاستحقاق كانت أنها سوف تفكك رمز أساسي من رموز النظام الأمني السوري اللبناني وهو الرئيس أمين لحود. وأكد خوري أن الرئيس الحريري لم يكن له موقف سلبي أو إيجابي من القرار 1559، لكنه أكد مرارا أنه لا يريد للمجتمع الدولي أن يفرض على اللبنانيين توقيتا معينا لحل سلاح الميليشيات، رافضا معالجة هذا الملف بالقوة وإنما بالحوار مع حزب الله. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل. زيارة تضامنية لريف إلى نقابة محامي طرابلس. بين السرعة والتسرع ما يتحمل مسؤولية الخبر. المسائية مستمرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الحوثيون يستكملون انقلابهم في اليمن، ومجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث الموقف. إسرائيل تنشر قوات التدخل السريع على الحدود مع لبنان، والحرس الثوري يتوعدها بعاصفة مدمرة. كتلة المستقبل تؤكد أن حزب الله يزيد تورطه بالحرب ولبنان يدفع الثمن. زيارة تضامنية لوزير العدل أشرف ريف لنقابة محامي طرابلس والشمال، ندد خلالها بلجوء رجال العدالة في سوريا إلى الأعمال التشبيحية. أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن ما حصل مع وفد المحامين اللبنانيين في القاهرة هو سلوك لا علاقة له بالقضاء ولا بحرية الرأي. كلام ريفي جاء خلال زيارة تضامنية لنقابة محامي طرابلس والشمال، حيث كان في استقباله النقيب فهد المقدم وأعضاء المجلس وحشد من المحامين. نعم، سنبحث ما هي صلاحية القضاء اللبناني للدخول على هذه القضية هاي. لحكون متواصلين مع كل العالم العربي، مع اتحاد محامين العرب، مع كل أركاننا نقول نعم اللي شفناه ما ممكن نقبل فيه مهما كلف الأمر. عهد التشبيح برأيي خلاص، وقد ما هوبروا قد ما صرخوا قد ما عيطوا، نعم الإنسان العربي صار ينطفئ لكرامته، يقبل مواجهة الكلمة بالكلمة، الرأي بالرأي، والفكر بالفكر. لم أدم أكد أن فهود الكلمة والقلم كان بوجه شبيحة الأسد في مصر.
طالبين من رئيس الاتحاد يعمل التحقيقات، وحقيقة على ضوء هالتحقيقات بدنا ناخذ موقف لنشوف شو بده يكون موقف الاتحاد محامين العرب من العمل اللي قاموا فيه. ان اتخذ اجراءات بحق المعتدين بيكون موضوع يعني اكيد بالتشاور مع نقابة بيروت بيكون شيء جيد. ان ما اخذوا موقف نرجع نحن محامين نلجأ للقضاء، القضاء المصري والقضاء اللبناني. انا صحيا منيح، استفردوا فيني اكثر من 40 محامي، اكثر من 40 شبيح للاسف مش محامين، وانا متاكد حكيت مع رئيس عاشور قلت له بتسحب بطاقاتهم بتلاقيهم ما فيهم محامين. وشكر الحاضرون الرئيس الاول والمدعي العام للوقوف الى جانب جسم المحاماة الذي هو جناح العدالة بوجود الوزير ريفي في هرم الوزارة. الأخبار العاجلة والسبق الصحفي والأخبار غير الدقيقة التي يبثها بعض وسائل الإعلام تحدث توترا ورعبا في الشارع اللبناني، وبين السرعة والتسرع من يتحمل المسؤولية؟ التقرير لسلمان العنداري. ما إن دوى صوت القنبلة الصوتية التي انفجرت في مدينة صيدا ليلة الاثنين، حتى بدأ بعض وسائل الإعلام اللبنانية والمستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الأخبار العاجلة عن الحادث. أخبار غير دقيقة أحدثت توترا وبلبلة ورعبا في الشارع اللبناني. لو بينتروا شوي أحسن من أنه هيك يستعجلوا يلعبونا بأعصابنا، ياريت بس يدققوا شوي زيادة، ما يعمل بس خوف هيك. كل هيدا الفوضى عم نتضايق منها، ممكن يعمل لهم حالة نفسية وهي بتكون أصلا أخبار كلها غلط. في بعض منا عم يصير فيه تضخم للمواضيع هيدي، صراحة بتوتر الناس لأنه بتعملهم بانيك أكتر ما هن مبانكين. توتر كتير أنه بليز روقوا شوي علينا، كفى مسخرة. وإن كان دوي هذا الانفجار قويا، إلا أن بعض وسائل الإعلام وقع في الفخ، حيث تحدث بعضها عن استشهاد مواطنين ووقوع إصابات، والبعض الآخر أكد وقوعه في عين الحلوة أو أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من حسينية في حارة صيدا. فإلى أي حد يجدر بالإعلام التروي قبل نشر أخباره؟ وهل السبق الصحفي أولى من الخبر الدقيق؟ قبل ما أي وسيلة إعلامية، إن كانت عبر التويتر ولا الفيسبوك ولا التلفزيون ولا الراديو إن ولا السلولار تبعت بوش نوتيفيكيشن، يجب عليها أن تتأكد من الخبر من عدة مصادر قبل ما تبعت الخبر وقبل ما يصير فيه البلبلة. وعم نشوف أنه صارت اليوم وسائل إعلامية بدها تسبق بعضها، وعم نخلط اليوم بين السرعة وبين التسرع. هيدا التسرع عم بيخلي كتير من وسائل الإعلامية توقع بالخطأ وتخلي يصير فيه بلبلة. احنا ببلد اليوم التوازن فيه كتير دقيق، السلم الأهلي اليوم كتير دقيق، أي خبر أي معلومة بتقدر تولد مشكل كبير. إذن السبق الصحفي لا يعني بتاتا التسرع في نقل الخبر، فهل يعود الإعلام إلى الدقة أم أننا نعيش في زمن السكوبات الإعلامية المغلوطة؟ استقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق السفير السعودي لدى بيروت علي عوض عسيري، وبحث معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة. وخرج السفير عسيري من اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح. من ساحة النجمة كشف نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن القوات بصدد تقديم سؤال للحكومة بشأن عدم إقرار الموازنة العامة. أكد عضو كتلة القوات اللبنانية جورج عدوان أن المدخل الصحيح والوحيد لحل القضايا الاقتصادية هو إقرار الموازنة التي لم ترسلها الحكومة حتى اللحظة إلى المجلس النيابي. كلام عدوان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وخصصه للحديث عن عدم إقرار الموازنة العامة لسنة 2015. سمعتوا كلكم الحملات يلي صارت حول تدقيق الحسابات حتى طلع كتب بالمواضيع. طيب وين صارت قصة تدقيق الحسابات؟ وين صارت هالحملة؟ وليش بطل في حملة؟ شو صار بالحسابات النهائية؟ وليش بدنا نعملين نضل موقفين هيك وبكرة وقت اللي منوصل لأقرار الموازنة نرجع منطلع ورقة الحسابات المالية بركة لحتى نلطى وراها وما نعمل موازنة؟ إنه بظل الظروف الحاضرة مش يصير في دورة استثنائية ويجتمع مجلس النواب ونطير الحكومة، ما لأنه أوضاع البلد بتعرفوها كلكم سوا لنكون واعيين، ما
بس هالشيء ما بيمنعنا انه نضل نقوم بواجباتنا ونضل نرفع الصوت ونضل نقول للحكومة عم تخالف الدستور. عدوان تطرق إلى موضوع الحوار معتبرا أن الهدف الأساسي لكل حوار بين اللبنانيين هو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. كل حوار منه موضوعه الأساسي كيف بدها ترجع الدولة تستعيد قدراتها وتمارس دستورها وكل شيء بيكون هامشي. أكيد بيقولوا البعض أنه الحوار عم يخدم أنه تخفيف التشنج، نحن معه، بس أي حوار ما بده يكون فيه خطوات جدية لحتى الدولة ترجع تستعيد كل مقوماتها، أي حوار ما بيتطرق وما بيخدم هالنقاط برأيي أنا ما بيوصلنا لمحل. وأعلن عدوان أن النائب إلي كيروز بصدد تقديم سؤال إلى الحكومة بخصوص عدم إقرار الموازنة، رغم علمنا المسبق بأن هذا السؤال لن يؤدي إلى طرح الثقة بالحكومة. بودرة غير صحية في مبنى الجمارك في المطار تتحول لدواء أطفال. مواد بودرة غير صحية وغير قانونية تتحول إلى دواء أطفال، منفذها مطار رفيق الحريري الدولي إلى لبنان. هذا ما كشفه وزير المال علي حسن خليل خلال جولة تفقدية أجراها على مبنى الجمارك في المطار، مشيرا إلى أن البعض بات يعتقد أن البلد مفتوح من دون أي رقابة. بس هذا الموضوع بكل حسم بكل جدية بدي أقول مش حيمرق، لأكثر من سبب. أولا لشيء له علاقة بالتهرب من الرسوم الجمركية، الشيء الثاني اللي له علاقة بالخطر على سلامة عامة. إذا كان، وأنا يعني عندي معطيات كتير دقيقة، إذا كان العملية عملية صح يعني المعطيات اللي بندينا، وبكل الأحوال في شيء مش طبيعي صار. خليل كشف أيضا عن تلاعب بالبيانات والأرقام لإدخال هذه المواد، مؤكدا أن إجراءات وتقنيات جديدة ستدخل على عمل الجمارك من أجل محاربة هذه التجاوزات. عدم استقبال المرضى في المستشفيات أو إذلالهم كان مدار بحث بين وفد نقابة المستشفيات الخاصة ووزير الصحة. خلال استقباله وفدا من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن أي إذلال أو خطأ بحق أي مواطن أو أي استنسابية في التعامل مع المرضى وانتقاء للحالات أو أي رد لأي مريض يحتاج للعناية الطارئة سيكون ثمنه المباشر إلغاء العقد الموقع بين المستشفى ووزارة الصحة، ودعا المواطنين إلى تقديم الشكاوى إلى وزارة الصحة أو الاتصال بالخط الساخن على الرقم 1214 للإبلاغ عن أي مخالفة. من جهته أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن النقابة ستعمم على المستشفيات ضرورة تسهيل دخول المرضى. كان عندنا ملاحظات على طريقة تعامل الوزارة مع المستشفيات، لا سيما بالنسبة للسقوف المالية المحددة. كان عندنا ملاحظات على تأخير بتسديد المستحقات يلي بتتجاوز السقف المالي. كان عندنا ملاحظات أساسية على طريقة تدقيق بالفواتير المستشفيات، لأنه عدة مرات صار كلام عن تضخيم بفواتير المستشفيات. وشدد هارون على أن الجو المشحون مع وزارة الصحة لا يمكن أن يستمر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الطرفين. ضبط مفتشو وزارة الصحة أكثر من 30 تنكة جبنة عكاوي منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ويتآكلها الصدأ في فرن جابر في سن الفيل، وقد بدأت عملية تلف البضاعة وتم اتخاذ القرار بإقفال الفرن. في الغذاء أيضا ضبطت قوة من مخفر درك حارة صيدا كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مرمية عند حافة وادي بقسطة إلى جانب الطريق الذي يربط منطقة شرحبيل بقسطة مجد ليون، والمواد عبارة عن عجينة رقائق البطاطا تشيبس ومعكرونة، وقدرت الكمية بحمولة شاحنتين. القوة الأمنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة مصدرها وقد سطرت محضرا بذلك. أيضا أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلا حكيم عن نجاح عدد من المصانع الغذائية في تطبيق نظام إدارة الجودة بحسب المعايير الدولية والحصول على شهادة الإيزو. والمصانع هي مصنع طيبات في عدلون، ومصنع عون للحبوب والبهارات في المتن، ومصنع حلويات الشرق في النبطية. وأكد حكيم أن وزارته ستعلن تباعا أسماء المصانع التي تستوفي كامل شروط سلامة الغذاء بحسب المعايير الدولية. أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي،
وتمنى المفتي دريان إثر لقائه رئيس مجلس الوزراء القطري ألا يدفع اللبنانيون ثمن تصاريح يطلقها البعض وتؤثر على أعمالهم ونشاطاتهم في دول مجلس التعاون. من جهته أشار الشيخ عبد الله الثاني إلى مبدأ لا تزر وازرة وزر أخرى، وعلى أن اللبنانيين الذين يعملون في قطر هم جزء منها. في نقابة الصحافة تواصلت لليوم الثاني على التوالي تواصل توافد المهنئين بانتخاب عون الكعكي رئيسا لنقابة الصحافة، ومن أبرز المهنئين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الاتصالات بطرس حرب والنائب مروان حمادي وعضو كتلة المستقبل قاسم الخير، إضافة إلى السفير السعودي في لبنان علي عسيري، إضافة أيضا إلى وفد نقابة المصورين الصحفيين برئاسة النقيب كريم الحاج، وفعاليات سياسية ووجوه إعلامية واجتماعية. بعد الفاصل تتابعون. داعش يهدد بقتل رهينتين يابانيتين ويطالب بفدية. والأمن الفرنسي يعتقل 5 روس كانوا يعدون لهجمات في باريس. أهلا بكم من جديد. وبالعودة إلى التطورات اليمنية، أعلنت قناة عدن أن ما يحدث في صنعاء هو انقلاب، وقررت اللجنة الأمنية إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في عدن تضامنا مع الرئيس هادي، في وقت اندلعت اشتباكات وتندلع بين المتمردين الحوثيين والقبائل في وسط اليمن. قتل عدد من المدنيين جراء سقوط برميل متفجر على منطقة في حي الهلك شمال حلب، بالتزامن مع تعرض مناطق في محيط مطار كويرس العسكري المحاصر من قبل تنظيم داعش لقصف جوي، في وقت قتل أكثر من 60 شخصا جراء قصف بالبراميل المتفجرة على سوق للأغنام في ريف الحسكة، مع تجدد الاشتباكات بين الوحدات الكردية وكتائب الأسد. كما نفذ الطيران الحربي التابع للنظام عشرات الغارات على مناطق في محيط مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. هذا وسقط عدد من القتلى والجرحى جراء إلقاء الطيران الحربي براميل متفجرة على عدد من المناطق في أنحاء البلاد. سيطر مسلحو داعش على منزل رئيس صحوات العراق أحمد أبو ريشة، وهو أحد أبرز زعماء العشائر التي تشارك إلى جانب القوات الحكومية في مواجهة تنظيم الدولة. في المقابل، صدت قوة من حرس الحدود هجوما لداعش على مقر الفوج الثاني التابع للواء الرابع قرب منفذ الوليد الحدودي، وقتلت العشرات من المسلحين. كذلك تصدت القوات العراقية لرابع هجوم لداعش على مدينة الرمادي في غضون 24 ساعة، فيما دمرت طائرات التحالف الدولي العربي رتلا لتنظيم الدولة قرب سد حديثة غرب الأنبار. أكدت السلطات اليابانية أنها سوف تبذل قصارى جهدها لمحاولة الإفراج عن الرهينتين اليابانيتين المحتجزتين لدى تنظيم داعش إذا كان ذلك حقيقيا، إلا أنها لن ترضخ للإرهاب. يأتي كل ذلك بعد تهديد تنظيم الدولة المتشدد في شريط فيديو بقتل رهينتين يابانيتين ما لم تدفع طوكيو فدية قيمتها 200 مليون دولار خلال 72 ساعة. واللافت أن قيمة الفدية التي طالب بها داعش تساوي تقريبا المبلغ الذي كان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد بدفعه للدول المتضررة من هجوم التنظيم في الشرق الأوسط كمساعدات إنسانية. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الذي يهدد شعوب العالم، مؤكدا أنه وجه رسالة للعالم من أجل الانتباه والحذر تجاه خطورة الإرهاب، لافتا أيضا إلى أن مصر تتصدى للإرهاب ولولاها لكان للمنطقة شأن آخر. أضاف السيسي خلال مراسم الاحتفال بعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة أن مصر تدافع عن استقرار المنطقة بالكامل لا المنطقة العربية فحسب، لافتا إلى أن الإرهاب صار يمثل ظاهرة عالمية، وقال إن ما تشهده سيناء من عمليات إرهابية يعد عملا من أعمال السيادة وحقا من حقوق الدولة المصرية. اعتقل 5 روس من أصل شيشاني في جنوب فرنسا للاشتباه بأنهم كانوا يعدون لتنفيذ هجوم في البلاد، وأكدت النيابة مصادرة بعض المواد أثناء عملية التفتيش، مشيرة إلى أن أحد المعتقلين كان يعيش في بلدة تبيزيه بينما كان يعيش آخر على الأرجح في مونبلييه، ولا يزال يجري التحقيق في أماكن إقامة المعتقلين الباقين. وأعلنت فرنسا حالة التأهب القصوى بعد هجمات لمتطرفين في وقت سابق من الشهر الحالي في باريس أدت إلى مقتل 17 شخصا. وقع وزيرا الدفاع الإيراني حسين دهقان والروسي سيرجي شويغو
على اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين تتضمن أحياء صفقة المنظومة الصاروخية المتطورة S-300 والتي من المقرر أن تستلمها طهران بموجب هذه الصفقة، كما اتفقا على رفع العقبات التي عاقت تسليمها إلى إيران. وتتضمن الاتفاقية الموقعة التعاون في مجالات التصدي للإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف والحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي. من جانبه قال وزير الدفاع الروسي إن إيران وروسيا تواجهان تحديات وتهديدات مشتركة، وإن البلدين يمكنهما أن يتعاونا للتغلب على ذلك. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية نتابعها مع ريما نجار. بونسوار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع تباطؤ نمو الاقتصاد بالصين، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لأدنى مستوياته من 24 سنة. نمو الصيني بلغ 7.4% سنة 2014 مقارنة ب 7.7% سنة 2013، لكن هالأرقام وبالرغم من أنها ما أصابت الهدف الرسمي السنوي لأول مرة من 15 سنة والبالغ 7.5% أتت أفضل من التوقعات. ومننتقل لصندوق النقد الدولي اللي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لها السنة والسنة المقبلة. بتوقع الـ IMF نمو بنسبة 3.5% مقارنة مع التقدير السابق البالغ 3.8%، كما تم تخفيض توقعات النمو لسنة 2016 لل 3.7%. هالتخفيضات أتت بالرغم من الدفع الإيجابي للاقتصاد العالمي يلي أتى مع الانخفاض الحاد بأسعار النفط. ومننهي مع نسلة سويسرية اللي عم بتخطط لاستثمار حوالي المليار جنيه مصري أو ما يعادل 137.93 مليون دولار بمصر خلال السنين المقبلة. نسلة بتعتقد أنه الإصلاحات الاقتصادية بمصر ممكن تحقق نتائج. يعتبر الغذاء قطاع سريع النمو بمصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان أكثر من 90 مليون نسمة، ولذلك عم تسعى نسلة للاستثمار بمنتجات جديدة بصناعات التغذية والصحة. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع لارا منيف. مصور. مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة الشمسية لموضوعها هالشهر التلج، اليوم صورتنا وصلتنا من سلين جابر. قبل ما نشوف كيف رح يكفي طقس لبنان بالايام اللي جايه، بننتقل لنشوف شو اخبار الطقس ببعض العواصم العربيه. رح بلش من الرباط 14 درجه، تونس 17، 13 بالجزائر، 26 بالقاهره، بغداد 19 درجة، 18 بدمشق، 15 بالقدس، 18 درجة بعمان، أبو ظبي 22 درجة، 21 بالدوحة، 20 بمسقط، 23 بصنعاء، وبختم مع رياض 31 درجة. برجع على طقس لبنان، بكرة الأربعاء الجو العام صحو مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. لبكرة على الساحل الحرارة عم تتراوح بين 10 و 22 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها لل 17، أما بالداخل عم توصل ل 18 درجة. كيف عم تكون الحرارة ببعض المناطق اللبنانية؟ بنشوفهم سوا على الخريطة. رح بلش من المناطق الشمالية. عكار 20 درجة، 21 بطرابلس، 19 بالكورة، و14 درجة بالقرس. الهرمل 18، 17 بالقاع وبعلبك، 16 درجة بريق. من المناطق الشمالية بوصل عجبال 22 درجة، 15 بفريات، 22 بجوني وبعبدا. بيروت كمان 22 درجة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لبكرة الأربعاء. زحلة 14، 15 بشتورة، 16 درجة بعنجر، 20 بمشغرة. جزدين 19 درجة، 19 أيضا بيرشية، 21 بمجعيون، 20 درجة ببنت جبيل. بيت الدين 18 درجة، وبيختم مع المناطق الجنوبية صيدا صور وقانا 22 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس بكرة الخميس والجمعة؟ بكرة مثل ما قلنا صحو ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتوصل أقصها على الساحل ل 22، أدنيها لل 14 درجة. انخفاض بسيط لنهار الخميس مع 20 درجة، أما الجمعة ترتفع درجة واحدة لل 21. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين الدرجتين وال 14 درجة. منحذر من خطر تكون الجليد بالليل وبساعات الصباح الأولى. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على انستغرام وعلى فيوتشر تي في أبليكيشن، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.
في دي ان اي بعد هذه النشرة مزيد من القراءة في تداعيات الغارة الإسرائيلية على القنيطرة. وفي الختام نذكر بالعناوين: الحوثيون يستكملون انقلابهم في اليمن، ومجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث الموقف. إسرائيل تنشر قوات التدخل السريع على الحدود مع لبنان، والحرس الثوري يتوعدها بعاصفة مدمرة. كتلة المستقبل تؤكد أن حزب الله يزيد تورطه بالحرب، ولبنان يدفع الثمن. وإلى هنا تأتي هذه النشرة من لينا ومني ومن فريق الأخبار. أطيب الأمنيات وإلى اللقاء. إلى اللقاء. لازم نحقق انتصار جديد للاعتدال.